الحمد لله ونشكره على هذا الفوز التاريخي امام منتخب البرازيل اللي كما كتعرفوا منتخب البرازيل كيتعتبر من المنتخبات القويه والمصنفه الاولى عالميا، بطل العالم 5 مرات. الوغ ما كانتش مباراه سهله، كما شفتوا كنا خاسرين في الشوط الاول، ولكن الحمد لله المجهودات اللاعبين والتعليمات ديال السي هشام الدقيق ما بين الشوطين اللي عطانا على بعض النقاط المهمه نخدموا عليها وما هبطناش يدينا، والحمد لله تاتلينا الفوز في الاخر. كنبغي نشكر جماهير مدينه العيون على المسانده ديالهم، وكذلك الجماهير المغرب عامه على الكلمات الزوينين اللي ديما كانوا واقفين معنا وكيموتيفيونا، وان شاء الله هذه ما هي الا بدايه وتكون انطلاقه المنتخب المغربي نحو الامام، ولما لا نوليو حنا من المصنفين عالميا. اليوم منتخب البرازيل في مدينة العيون، وما أدراك منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات. مباراة كانت مشوقة، شبال الأطلس داخل القاعة أكدوا بأنهم أبطال لإفريقيا وأبطال للعرب، وبأنهم مشاركتهم في كأس العالم الأخيرة كانت مشاركة يعني إقصائهم لم ينصفوا. وشكرا لساكنة مدينة العيون ولجماهير مدينة العيون التي دائما تعيش معنا هذه الأحداث.